السلام عليكم، مشروع مجسرات ساحتي عدن وصنعاء كما تشاهدون في الصورة ضمن الحزمة الأولى لفك الإختناقات المرورية في العاصمة بغداد بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. الطول الكلي للمشروع يصل إلى أكثر من 2750 متراً مع المقتربات ويتراوح عرض المجسرات بين 9 و14 متراً. المجسرات تربط بين شوارع حيوية في بغداد مثل شارع الإمام موسى بن جعفر وشارع النواب وشارع الرابع عشر من تموز وشارع الصحة وأيضا شارع الربيع المشروع يتضمن توسعة الطرق وإنشاء مساحات خضراء ونصبا فنيا يخلد ذكر الإمامين الجوادين عليهم السلام ونصب أطول سارية للعلم العراقي بارتفاع 44 مترا يهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المرورى وإضافة جمالية للمنطقة عبر تطوير البنى التحتية والشوارع الحيوية